طيب اروح للماتش بتاع يوم الجمعه، واحد الاول قبل الماتش ادخل في تفاصيله، صعب انك تبدا الموسم ببطوله، يعني صعب ان اول مباراه تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا بفتتح الموسم يكون بطوله، وكمان بنتكلم على بطوله قاريه لقب سوبر افريقي. دي عاده النادي الاهلي على طول السنه اللي فاتت. النهارده على فكره كولر متولي كولر بيكمل سنه، بيكمل سنه النهارده. لكن السنه اللي فاتت كولر ابتدى مع الاتحاد المنستيري، يعني اول ماتش ليه كان مع الاتحاد المنستيري في تونس، وبعد كده بدا المشوار. لكن مش كان خدنا سوبر مع الزمالك. سوبر الزمالك كان الاول ولا الاتحاد المنستيري كان الاول؟ كان الزمالك فعلا. بتاع سافيو، جول سافيو وكريم وجول فؤاد. كريم فؤاد اللي طاهر عملها له بالعرض. مش فاكر بس اتحاد من السيتي كانت الاول ولا سوبر، يمكن انت ذاكرتك اقوى مني يا كابتن. اكيد ذاكرتك اقوى مني. لا كان الزمالك. الزمالك. طب دي بشرة خير. اذا انت وانت تعرف كولر لما جه المره الاولانيه ما كانش عامل فتره اعداد، وكان داخل على فريق ما مجهول بالنسبه ما يعرفش عنه حاجه، وراجل في اوروبا غير موسيماني. موسيماني كان عارف الفرق وعارف النادي الاهلي وعارف لعيبته بالاسماء بكل حاجه. هو بيقول انا من اول ما نزلت من الطياره والناس بتقول لي ماتش الزمالك ماتش السوبر ماتش الزمالك ماتش السوبر، قبل ما يعرف اي حاجه لسه. فاكر انا التصريح هو على طول على ما راحش ما راحش الفندق، على طول على الملعب لانه عارف ان كل دقيقه بتتحسب له يعني. فاعتقد عمليه التجهيز هو بس الراجل كان في تفكيره انه يلعب ثلاث ماتشات، ماتشين في النمسا وماتش في القاهره. فهو ربنا برضو ساعده ان في اربعه اساسيين لعبوا مع المنتخب، وربنا ستر ان ما يعني الحمد لله بفضل الله ما حصلش اصابات ولا حاجه. فطبعا هم بيرجعوا النهارده، اعتقد بيتعمل لهم قياسات. الحاجه اللي برضو للناس برضو المفروض تبقى عارفاها ان كولر لما اللعيبه ادالها اجازه 20 يوم ما راحوش يتفسحوا، كان فتره راحه ايجابيه. انا اسمع الراحه السلبيه، راحه ايجابيه دي راحه ايجابيه ما نعرفهاش. لا راحه ايجابيه بمعنى ايه؟ ان انا وانا على البحر كده بديله برنامج، البرنامج ده بقول له انت كل يوم هتعمل الحاجات دي على الرمله، مثلا هتجري مثلا 7 كيلو للصبح على الرمله. الرمله ده لعيبه البرازيل دي كلها يعني حتى في اللعيبه دي في اجازتها بتشتغل. ما اتوزعت عليهم يعني، انت اكيد انت عارف يعني، اتبعتت للعيبه برنامج يعملوه في الفتره دي، فتره راحه ايجابيه. يعني ايه؟ يعني انا